Good evening, Baba Noel. فيتين. نظمت مجموعة من النساء المشاركات في الحراك نشاطاً إنسانياً قمنا خلاله بتوزيع الطعام والهدايا والملابس على الأولاد في ساحة الشهداء، وهي أطعمة وألبسة جمعت من بيوت السيدات. هيدا هو اللبناني، هيك بحس بغيره. نحن وقتا شفنا أنه العالم ما بقى يعني عم تنشحت من شغلة، ما بقى في مصاري، البنوك حجزتنا عن مصرياتنا، ما فينا ما نعيد الميلاد، والميلاد كمان بده يوصل على بيت كت حدا، والكادويات بده توصل لكل الأولاد. لشو جيتي بابا نوال السنة؟ وبأي حال نعطي يا عيد؟ عم شو جيتي حبيبي أنت؟ مش عم تسمع أخبار؟ بابا نوال حبيبي أنت فهمان؟ يعني أنت إذا بتيجي هلأ على لبنان السنة وحامل الكيس الأحمر تبع اللي كله كادويات، رح تاكل قتلي على القلوي أصدوق الكادويات والألعاب، وترجع على القطب الشمالي عم تبكي. يا جماعة بابا نوال طول عمره مهفف دقنه بيضة، كرشه قدامه على البسط، السينك واقف على إشارة برج الغسال، دقنه منكوشة، بنايته مزوية، وإيدام شحمين كان عم بولع دواليب وعم ببيع علكة، يعني كان قبل بس يدق على الباب تكيف العيلة. اليوم إجا هلأ يكون هو بحرام فايت ومبسوط إنه بابا نوال، بس يجي هلأ صار بهيدي الأيام. ما قلنا لك خي ما في، بعد ما قبضناش، ما سحبناش مصاري، خلص الله يعطيك الله يعطيك. لك حتى بابا نوال مثلا من هالأزمة الصعبة، طب اللبناني كيف بده يفكر بالعيد اصلا وهو عم يطلع له 100 دولار مصروف بالجمعة؟ مع الغلا صار في محلات اذا بتقول لهم مرحبا بياخذوا منك 100 دولار على صحة السلامة. قبل كان البي ينزل يظهر اولاده يقزلهم يشوفوا الزينة بالطرقات يتفرجوا عشان هيك بوزيتيف انرجي وينبسطوا الاولاد ويحسوا بامان وفرحة العيد. لك يا بابا هالسزرج حلوة مضوية، لك يا بابا هاللمبات قد ايه حلوين كيف بس ما يضووا، شوف الاصفر هنيك، شوف الاخضر هان، شوف الاحمر هان، عرفت شو؟ هلا صار لك يا بابا هالدوليب الولعانين شو حلوين تقيود بنص الطريق يا بابا، هذا دولاب مسلين اصلي مش يوكوهاما، لك هالمولوتوف يا بابا كيف بتضوي بتطلع هيك بتضوي وبيجي بتفصل بتعور عالم، هو عم بكزل اولاده، فجأة بيصفق لك واحد حدك انت عم بكزل ابنك، هيلا 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 هو، بقوم بيسألوا الولد للبي، بابا شو هيدا؟ بقول له حبيبي هيدي تابعة لبابا نوال مثل هو 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 هو، بس هلا مجددين السنة عاملين نيو فيرجن يعني. نزل سنة على الأسواق وضاربة يعني، قبل كانت العائلة تتجمع تحط ديك حبس وتعمل حبسة وتحسيه وتعمل عشاء ما بيفهم، السنة العائلة تجمعت حضرت فتفيت ونامت بلا أكل للأسف على الوضع الاقتصادي، حتى على راس السنة كل عمر العالم تحجز طاولة للسهرة وتولعوا 321 هبة نيو يير بالسهرة وكلهم بيخلقوا بهالليلة، وزمامير وضحك وسعادة والحياة كلها لا في أنراز. هلا العالم حجزت اول كنبايه بالصال مع قبن لبنه وزيتون بالبيت، حتى الجديد كل سنه كانوا ربحوا سياره فخمه، الله يلعن اخي اللي كاتب النص، السنه حيربحوا سياره على ريموت كنترول والبطاريات على ربحان كمان، وهيدي جمله انا مش مسؤول عنها واللي كتبها ان شاء الله بيلتعن اساسه، بس انا ما قهرني غير القسم الابهل من الشعب اللي بعض منهم يعني اللي نفسي افهم يا اليوم من وين بعده عم يجيبوا مصاري ويصلوا، بتلاقيه لابس هيرماكس وحامل الويفي ستون وماسك اهم القنوات والشانل يعني البراندات، وبينزلوا بيصلوا وبيقولوا عم الشعب مش عارف يعني الشعب جوعان، هم راضيين يصلوا ويصلوا عادي ويغنوا عادي، يا اخي الله يرزقكم، بس مش منطق كمان انا على عم طبق المجدل على الطابق الاول وانت على الطابق الثاني فوقي عم بتشك شقف وطوق وبدك تشوي، شوية ضمير يا اخوان عاب عليكم. حبوا بعض وديروا بعضكم على حالكم وجود ايفنينج لكل العالم. بس قبل ما اقفل بدي اقول شغله، هيدي جمله الجديد وسياره ما سياره انا ما لي فيها من هلا عم اقول لك مدام كلمه عشان نكون واضحين، انا زلمه بدي اكل عيش. اللي كتب روح احس بيه.